الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله سبحانه وتعالى في القرآن معلما وبشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أيها المشايخ الفضلاء، أيها الطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان، غرباء من كل البقاع تجمعوا، هجروا الديار وودعوا الأوطان، غرباء لكن قد تآلف جمعهم، صاروا بنعمة ربهم إخوانا. إخواني الكرام، هذه نعمة قد من الله جل وعلا علينا بها، تستوجب منا الإكثار من الشكر الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فنحمد الله ونشكره على كل نعمة أنعم علينا بها من فضله وجوده وكرمه، ونحمده سبحانه وتعالى على هذه اللحظات، لحظات الاحتفال بكتاب الله، ولحظات الاحتفال بأهل كتاب الله، ونحمده سبحانه وتعالى على استعماله إيانا في خدمة كتاب الله، ولولا فضله علينا ورحمته ما وفقنا لذلك، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. وبهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل لإخوة المشايخ المحفظين جميعا والموجهين جميعا، الشيخ أبو سعد والشيخ أبو مريم أشرف والشيخ أبو حسام والشيخ المنشاوي بلال والشيخ عبد الرزاق والشيخ علي عبد الله، على ما قدموا، أشكرهم على ما قدموا من خدمة للطلبة وما بذلوا من جهد في تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم إلى خير الأعمال. لقد واصلوا الأوقات بالأوقات ووفوا، جزاهم الله خيرا. كما أشكر الشيخ عبد القادر الذي بذل جهدا كبيرا في إحضار الطعام، وإنه لعمل شاق، ولكن الشيخ بفضل الله استطاع أن يصبر وأن ينجح فيه، جزاه الله خيرا. وكذلك نشكر الأخت التي كانت دائما تعد الطعام للطلبة، كانت مداومة على ذلك وصابرة، فجزاها الله خير الجزاء. والمرجو من إخوة الطلبة أن لا ينسوا الذين خدموهم أثناء سير الدورة بالدعاء في الغيب إن شاء الله. ثم أشكر الإخوة المتابعين والمشرفين، الأخ الشيخ نوح عصير والأخ عوي والأخ كمال، جزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم. وهذا الشكر أيها الإخوة الكرام هو من باب ما شكر الله من لم يشكر الناس، وهو من باب الاعتراف بالجميل والتعاون الذي تم بيننا حتى أتم الله علينا هذا المشروع العظيم. أما الجزاء الكبير والثواب العظيم هو عند الله، وما عند الله خير وأبقى. ثم أهنئ الإخوة الطلبة الذين ختموا القرآن، والذين اقتربوا من الختم، والذين حفظوا جزءا كبيرا من القرآن، وأهنئ الجميع على ما أنجزوا في هذه الدورة المباركة. هنيئا لكم، هنيئا لكم، ونوصي الجميع بالمتابعة والمراجعة، فإن القرآن أيها الأحباب
كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أشد تفلتا من الإبل في عقالها. واجتهدوا أيها الإخوة الطلبة في طلب العلم، فإن فهم القرآن متعلق بالعلم، لا يتم طلب أو فهم القرآن إلا بالتعلم. وأوصيكم ونفسي بالعمل بكتاب الله، فإن الانتفاع بكتاب الله لا يتم إلا بالعمل به والوقوف مع حدوده. ثم أقول لإخوان الطلبة: المرجو المعذرة إن شددنا عليكم قليلا في المتابعة والمراجعة، فكل ذلك من أجلكم ولمصلحتكم. وأرجو المعذرة ممن قصرنا في حقهم في بعض الجوانب، فكل ذلك في خدمتهم في جوانب أخرى. وأرجو من الإخوة جميعا السماح، وأقول للطلبة ما قاله الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. كما أثمن الشكر الجزيل للإخوة في جمعية عيد والإخوة في جمعية راب القطرية الذين كانوا سببا في هذا الخير بتغطية الجانب المادي، فجزاهم الله خيرا على ما قدموا وما يقدمون دائما في دعم الأعمال الخيرية. وأشكر الإخوة في إدارة المركز الذين هيئوا الجو المناسب والاستعدادات اللازمة لإنجاح هذا العمل المبارك، وهذا ما عودونا عليه في الدورات الماضية، جزاهم الله خيرا. كما أشكر الإخوة في لجنة الدعوة الذين قاموا بإعداد البرامج لهذه الدورة وساهموا بشكل كبير في إنجاحها. تقبل الله من الإخوة جميعا. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين ساعدوا من قريب أو من بعيد. أشكر الإخوة أصحاب السيارات الذين كانوا مجندين معنا في الخرجات الترفيهية الأسبوعية، وأشكر كل من ساهم وشارك بأي عمل كان قليلا أو كثيرا من بعيد أو من قريب. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، إليكم تقريرا موجزا عن الدورة، وإن كان قد سمعتموها الآن في الشريط، ولكن قد أقتصر على ما لم يذكر. فقد سمعتم أيها الأخوة الكرام كيف مرت هذه الدورة، لكن أذكر بعض الأنشطة خلال هذه الدورة ما ذكرت. هذه الدورة أيها الأخوة الكرام كانت فيها بعض الزيارات من بعض المشايخ الكبار كالشيخ عصام أو محمد بن عصام القضاء، وهو شيخ يطلع دائما على بعض القنوات وهو متخصص في القراءات. الشيخ حاضر محاضرة عامة وكانت له جلسات مع الطلبة وكلمات توجيهية ووصايا تربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الطلبة بها وأن ينفعنا جميعا بها. وفي آخر الدورة زارنا الشيخ حامد حفظه الله، قام وشارك بإلقاء دروس في التفسير وتعاون مع المشايخ، جزاه الله خيرا وتقبل الله منه. وسعدت الدورة في آخرها بقدوم الشيخ هيثم السعيد حفظه الله، قدم بعض الدروس والنصائح للطلبة على وجه الخصوص وللناس كافة على وجه العموم. وفي اليومين الأخيرين أجريت أيها الإخوة اختبارات للطلبة وكانت النتائج طيبة والحمد لله. فتقبل الله من الجميع وبارك الله في جهود الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.